الحمد لله. فيظهر شرط رابع يا جماعة، وهو أن تتحلل من هذا الإنسان، من هذا الشخص. انظر إلى سعة رحمة الله، عندما تخطئ في حق الله وتتوب فالله عز وجل هو التواب الرحيم. لكن المشكلة إذا أخطأت في حق البشر، فهذا يوم القيامة يبحث عن حسنات، يقول يا رب هذا خذ لي حقي منه. وأنت عندما كنت تكابر في الحياة الدنيا فسوف تتفاجأ يوم القيامة أنه قد جلس ليأخذ من حسناتك. فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاته، فطرحت عليك ثم طرحت في النار. طب شو بدي في هالشغلة؟ أنا سأتحلل من حقوق العباد في الحياة الدنيا. إذن هذا هو التطبيق على هذه الآية: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي أفسدك، فماذا عليك؟ فاستعذ بالله لكي تكون من التائبين.